بظن انه هاد هو. يا ريت لو ما اجيت معك. ليش بنتي شو في؟ شو بيعرفني؟ كان المفروض نتصل فيه بالاول. معلش حبيبتي، بدنا نشوف مكان شغله، دائما بيقول لنا تعوا لعندي. ست مريم يلا يلا انزلي، شبكي؟ روحي بستناكي هون. حاجتك فاطمة بقى، يلا يلا انزلي. يا الله شو حلو هالمكان. هاي اسطنبول، بكل حارة منا بتلاقي طراز مباني بيختلف عن الحارة التانية. جابكن هون امي؟ ما بعثوا لنا اوراق فاطمه تبع الامتحان على البيت، امنا رحنا على مركز الامتحانات وبعد ما خلصنا اقترحت عليها نيجي نزورك. منيح انكم اجيتوا، اهلين فيكم. اهلين فاطمه. اهلين، ما بدنا نعطلك عن شغلك، نحن منا مطولين. طيب خلوني افرجيكم على المكان. ما في داعي. كريم المكان هون كثير حلو، عجبني كثير. سوري، لوك، ذا وورلد از لايك ذيس، يو دونت اندرستاند. كريم؟ اوه. وي كان توك ليتر، سوري. وروح شوف شغلك. كريستين، let me introduce you to my wife. اوه، ليش ناديت لها؟ لعرفك عليها. مرحبا. كريستين، this is my mother. مريم. اهلي. شرفت معرفتك مريم. Nice to meet you. This is my wife. Her name is Fatma. Fatma, hello. I've heard your name so many times and now fine to get to me. صار لها زمان عم تسمع باسمك واليوم شافتك. Your wife is very beautiful, كريم. Congratulations. Thank you. قالت إنك كتير حلوة. هنيت كريم وباركت له. شكرا لك. كمان هي حلوة. كريستين, I will give them a tour. I will be right back. Of course, take your time. Nice to meet you. See you later. See you. كريم، ما بدنا نعطلك عن شغلك، يلا روح كمي. خليني فرجيكم عن مكان، بنتغدى هون مع بعض. ما في داعي غير مرة، ما بدنا نتأخر، بدنا نروح لعند المحامي. ايه، الأستاذ نزير قال لي خليني أشوفكم قبل ما أسافر، وطالما فاطمة فاضية هلأ خلينا نروح نلتقي فيه، لأنه الزلمة رح يسافر اليوم بالطيارة. طيب ماشي، بوصلكم على السيارة. لا لا ما في داعي، رجع على شغلك أنت. ماشي، الله معكم. بنشوفك المساء. يعطيك العافية.